تحب العسل؟ تحبين العسل؟ إنزين، العسل اللي أنت قاعد تستخدمه أصلي ولا مغشوش؟ ممكن تقول لا يبا من الناس ثقة ماخذه، أو تقول ما أدري، أو تقول شلون أصيده إنه مغشوش. خل أقول لك شغلة، ركز معي. من سابع المستحيلات تصيد العسل مغشوش أو صجي. ليش؟ نعتبر الحين النحلة حطوا لها ماي سكر أو حطوا لها أي مادة كلت، أوكي؟ راحت الخلية، ما راح يصير عسل على طول، لازم تقط هذا اللعاب بحلج واحدة ثانية ثالثة رابعة، فتصير عمليات معقدة جدا، آخر شيء يطلع عسل. فعساس كذي من سابع المستحيلات أن تصيده. بعض النحالين شنو يسوون؟ مثلا الحين أنا أبيع عسل، كل سنة بموسم معين عندي هالكثر عسل أبيعه. هالسنة هذه لما أبطل خلية أشوف الألواح داخل فيه ألواح زين ما فيها عسل، شنو أسوي؟ والحين باقي شهر وعشان أبيع العسل والناس تشتري مني، أقوم أحط ماي وسكر ومن مثلاً ماي الزهر، أسوي خلطة معينة يعرفونها بعض السالين، يعطون العسل. ليش يعطون النحل؟ عشان تسوي عسل، ولكن العسل هذا يعتبر مو أصلي، لأن موكلين النحلة، النحلة عادة هي بروحها تطير تروح عند أي وردة تأخذ الرحيق. إنزين، نصيحة أخوكم بضاري، لا تأخذ عسل يكون يعني مثلاً المنحلة ببيوت. ليش؟ لأن النحلة هذه لما تطير تطب على شنو؟ ما تطب على زهار بس، تطب على مثلاً على بيبسي طايح، على مثلاً تكرم زبالة، على بقعة ماي طايحة بالأرض، على وصخ، فتقوم تأخذ كل شيء. فالأفضل تشوف لك نحال مثلاً عنده مزرعة مثلاً ببر معين مثلاً، هني تثق إن النحلة وين تروح؟ ماكو مكان تكرم وصخ أو تشرب منه أو تأكل منه، على طول تتوجه حق الزرع وتأخذ من الرحيق. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا، دائماً اخذ من الناس هذه، فما تدري. لا تقول لي والله ادش اليوتيوب يعلموني، تحط قفشة شيلها وينزع الماي من ما أدري، هذا كله حكي فاضي ما تقدر تصير.